الوقفة دعت لها أو إليها عائلات المساجين السياسيين، وشاركت فيها جبهة الخلاص الوطني والأحزاب الديمقراطية، يعني الحزب العمالي وغيره. أعتقد أول مرة تحضر المعارضة بجميع مكوناتها في هذه الوقفة. بادرة جديدة تشوفيها أنت هذه؟ البارحة الأستاذ سامي عبو وجماعة في الوقفة، وقت اللي خرجت شامع عيسى، وقت الضحكات والزغاريد، تحس اللمة التونسية بتاع المعارضة. نتصور رجعت كالحب. راه متأخر ثلاثة قرون، متأخرين ثلاثة قرون، خارج الزمن، خارج الزمن. اللقاء هذاك لقاء الأصل فيه يندبوا فيه ويبكوا فيه، طبعا ثمنوه نحن لطميات يعني. يعني نعم يعني في لطميات، لا معناها تأخر ياسر ياسر ياسر، وهاتوا شي خرج حمام الدار، وهاتوا شي كذا، وانت تمشي الدنيا محروقة شاعلة، وانت ما زلت تنخنق وما زلت تتمنع وما زلت تتفتلج وما زلت كلاك الحامي راه مشى وخلاص. الراجل ما عنده حتى امكانيات داخل من الثغرات، بركة البلاد معبية مضخمخة بالثغرات، داخل منها ثغرات يعطس منها وبيشب نيل الكارثة فوق منك، وانت ما زلت نغلى. الحاجة الأولى اللي نتحدث على التجمع، نحن ما نتحدثش على الناس اللي جت شيماء عيسى. أما الناس اللي جت شيماء عيسى احشم على الأرواح. عملية الاستثمار هذه نعرفوها نحن من التسعينات. استثمار ناس ساكتة وناس صامتة وناس داخلة ببوشتها، ناس مش صامتة خطر فقط خاف، وناس باهين نظاف ونقولوا نحن تشبيك خفت يا سي محمد بالله وما عملنا عليك. ناس هما تدمروا التجربة، ناس هما قيس سعيد يستشهد. ربي قيس سعيد يستشهد، يقول لك ماكم جيتوني للقصر وشكيتوا لي وقلتوا لي حل البرلمان. ناس هذوما اللي جو اللي مشوا في الليل يترعدوا هزين واحد ما عنده خبش بتاع قطوسه ولا بتاع شنو، هزينه وعاملين فيه تقييد بحضار وطلع شنو، وهزينوا القيس سعيد ويقولوا له ها سيد الرئيس، وبناء عليها هو بناء عليها. الناس هذه سكتت ما تكلمتش خلاص، داخله ببوشتها مش منعوا منعوا نعم بعض اعتقد زياد غنايه لنكون مخطئا، منعوا من السفر القيادي في طيار ولناء سابق في الطيار الديمقراطي. هاو يتعرض حزب التيار نفسه اليوم الى نفس الماكينه والله انا سي حسين ما نحبش نبدي حزب التيار، لاني ديما نعول ديما نقول ان غالب هذيك هي الساحه اللي يلزمنا احزاب. نعم وما تحت اي طائل يلزم تبني، اما ثم درجه متعفنه ما تقدرش تسقط عليها صاحبي. تجيك امراه، تجيك شنطار، هي الكارثه، هي الشعله. تجيك اجترار كتله مضغه مشطره من عبير موسي، حتى التياتر بتاع عبير موسي ما عرفتش كيفاش تعمل، حتى التياتر مفضوع عبير موسي تتياتر خير منها. تجيك البارح تمد في وجهها وكذا وما تعرض لضربه، احشمي على روحك احشمي. ثم القاع عنده حدود، راهو وصلتوا الى ما تحت التعفن. على الاقل باش تخرجي في مناسبه، اخرجي في مناسبه اخرى، اعملي حوار صحفي قوي، اخرجي للشارع، هزي لافته وعيطي وصادمي النظام. على الاقل خلي انقلاب يسجنك ولا يعمل فيك بطاقه ايداع، وبعد اخرجي وبعد اجي للمحطات كيف هكايا. اما انت من الدمار الشامل، من عمليه تدمير شامل للتجربه، انت وزوجك الراس الاول المدبر بتاع الكارثه هذه، تخرجي تمشي ديريكت مباشره، ما ثم حتى مفتحات، ما ثم حتى مكسرات. يا سي نصر الدين، ما المانع؟ حاول استاذ محمد عبو البارح، اخذ البارح في تصريح اذاعي، قال ضد ما يحصل الان محاكمات الاستاذ الغنوش. قال صحيح هو انه يحب يدخل الحبس في قضايا اخرى، اما في القضايا هذه ضده. يا ولدي معناها يا ولدي لم تستحي فهم مشات. يا ولدي هو زوجته خاصه، هو معناها كارثه كبيره. يا ولدي هو راه دمر المصار. لا نقد سياسي، احنا اختار مزاج. يا ولدي اي نقطه سياسي، كيفاش نقد سياسي؟ راه ثم مصطلحات ما تركبش عليها يا راجل كي ظهر الانسان غلط تنقدوا نقد سياسي؟ هذا لو مش غلط، هذا لو مصيبه عمل كارثه. هذا لو انسان مازال الى الان يتلكون يتجغون لما يتحدث مازال مريض. اسمع انا نقول لك حاجه، شفت قيس سعيد ونحن نقولوا قيس سعيد بارانويا ونرجسيه وكذا، هذا اكثر منه اضعاف مضاعفه. استرنا ربي جا قيس سعيد، ما جاش هذا مازال بعد الجرائم اللي عملها الكل، وبعد وثيقة الانقلاب اللي خرجتها مؤسسات غربية، وهو اللي وراها ميدل ايست. نعم ميدل ايست،
السيد هذا وقت يخرج الآن مش كي بعض الناس الاخرين اللي يخرجوا غازي الشواشي وغيره والحامدي وغيره وغيره يخرجوا يقولوا كذا وتم اقطاع وكما قالت الحاجي قالت تم اقطاع اصلا فيه راني وقفت مع الناس لمين عام جديد نعم هو يخرج يقول لك لا قيس سعيد ماشي تو قيس سعيد مقرات الحركه بعد ما علاش ما مشاش من النهار الاول شوف العقليه شوف الكراهيه شوف الخراب شوف الدمار شوف العقليه ومصطفى العناصر هذه هي دمرت البلاد يا جماعه انا كتبت قبل نهار التدوينه قلت لهم يا جماعه بالله اعطوني تحدثوا وتتسرموا القانون العزل عزل التجمع الشخصيات وكذا منع الترشح اخي اعطوني شكون دمر التجربه اعطوني اخي دمر الزنايدي اخي الغنوشي محمد الغنوشي اخي المبزع اخي السبسي هم دمروا لك التجربه اي ديشي اي نيران اخرى اي كتل من اللهب الايديولوجي هي دمرت لك التجربه اخي 2013 شكون ضربك انت اخي انت في البرلمان شكون عمال يفضح الكل شكون خلى عبير موسى كيك شكون شجع عبير موسى شكون خصها اخي ما عادوش تحلطوا على عمليه العزل خطاهم التجمعيه خطاهم فيها عبير موسى نعم تغولت لانه عبير موسى تغولت لانك انت تنقص فيها وانت تخدم بها الدمار الشامل جابوها هذوما جابوا الحطب الايديولوجي هذا واللي ما حبوش يتوبوا يعني لا توبه دينيه لا توبه سياسيه لا توبه وطنيه يعني لازم نقل ذات يا سيدي ناصر الدين بهدوء يعني تقول كل الذين ساندوا الانقلاب هذا عليهم ان يقوموا بنقل ذاتي قبل ان يتبوأوا هذه المواقع القياديه وكانه ما صار شيء هيك ايش حاب تقول؟ هي يا اخويا انا يا اخويا على الاقل اعمل عمليه تدرج الصدمه اللي قامت بها عمرو البارح ما نحبش نسميها اصلا صدمه كبيره صدمه تقول لك انه درجات الوقاحه ما عندهاش قاع يا اختي اخرجي انت في مسيره وعيتي واعملي كونفرتاسيون مع الحاكم شوي شوي وخلي عيطوا ليك نهار يجي صحي ولا شنو وتوقفي نهار ولا نهارين وبري مري من غادي اعملي زياره لواحد من المساجين ويجي بشوي وبري يجي من غادي تحت الحيط وتلهبي بشوي حتى تتنطري تتنطري كنت مجرمه اجرمتي بحق التجربه تتنطري قدام الواحد وتوري في وجه الكاميرا أو شيء أنا البارح شفت الصورة ما صدقتش طبعا هذا رأيي يا سي ناصر الدين نعم